ولعبت في نادي المضيبي في مراحل السنية. التحقت منتخب الناشئين في عمان. لما التحقت في منتخب الناشئين والشباب، أذكر أن لعبنا مباراة ودية ما بين منتخب الناشئين وما بين نادي روي الحالية نسمى نادي مسقط. فكان في مباراة ودية. هذه المباراة كان في شخص جالس برا وأنا ما كنت أعرفه، وهو مدرب الحراس للمنتخب الأول، إنجليزي اسمه جون بوريج. في المباراة إجا ضربة جزاء لنادي روي وكنت أنا الحارس، فتصديت ضربة الجزاء بطريقة كانت جميلة. فمدرب الحراس كان يشوف، المدرب الحراس المنتخب الأول جون بوريج كان يشاهد المباراة. فبعد ما صديت ضربة الجزاء انتظرني إلى نهاية المباراة، فإجي يكلمني. فهو هذا جون بوريج دائما يعني شخص مندفع، فإجاني جاني يكلمني. أنا ما كنت أعرفه، عرفني بنفسه، قال لي أنا جون بوريج مدرب حراس المنتخب الأول، قال أنا شفتك تصد هذه ضربة الجزاء، أنا أريدك من بكرة تيجي وتتمرن معي لأني حاس فيك عندك موهبة، أنا راح ممكن أوصلك لطريق بعيد، ولكن أريدك تجتهد، تكون مخلص في عملك، وتسمع كل الأشياء اللي راح أقول لك إياها. ونعطي يمكن نبذة بسيطة عن هذا المدرب جون بوريج. جون بوريج لعب في الدوري الإنجليزي، يعتبر أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي لعب مباريات لعمر متأخر. لعب آخر مباراة في الدوري الإنجليزي كان مع مانشستر سيتي، عمره 46 سنة، وشخص له مكانته الكبيرة في تاريخ الدوري الإنجليزي. بعد ما شافني فعلا رحت اتدرب معاه، وكان في اختلاف كبير في نوعية التمارين، تمارين مرحلة الناشئين وتجي مع مدرب مثل مدرب منتخب أول، حمل مختلف، الطريقة مختلفة. يعني أذكر بعض الأحيان كان الطريقة اللي يدربني كنت أبكي لأن كان عمري صغير، والحمل اللي كان يسوي لي إياه لما كنت أرجع البيت، يعني أحس لدرجة أن اليوم الثاني لما أصحى ما أقدر أصحى من الألم. فأول ما التقيت في هذا الشخص أذكر قال لي كلمة واحدة يعني فعلا ما أنساها، قال لي أريدك تسمع كل كلمة أقول لك إياها، وأنا يوم من الأيام راح أخليك تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا حقيقة كعلي يعني ضحكت. أنا اليوم جاي من نادي المضيبي درجة ثالثة، أنا ما أروح الدوري الإنجليزي، أنا أشاهد الدوري الإنجليزي في التلفزيون أحس بفخر. فهذا الشخص يجي ويقول لي أنا راح أوصلك في الدوري الإنجليزي، بدأ يفكر بطريقة أكبر أني أكون في المنتخب. بس بديت أتذكر كلمته أنا ما راح أخليك إلى ما أوصلك الدوري الإنجليزي. بعد فترة تكلم مع نادي بولتون الإنجليزي، كان المدرب النادي بولتون سام الأرادايس. جون بوريج اتصل بسام قال أنا عندي موهبة في الحراسة، أريدكم أنكم تاخذوه وتجربوه لفترة أسبوعين. فرحنا أنا وهذا جون بوريج مدرب الحراس وخط هذه التجربة. فعلا كانت من التجارب الجدا مميزة من 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 نواحي كثيرة. أول شيء دربت مع نادي بولتون، خط تجربة في نادي مانشستر يونايتد لفترة يوم واحد ومانشستر سيتي، وفي نفس الشيء نادي سندرلاند، بس الفترة كانت أغلبها مع نادي بولتون. بعد ما خلصت الفترة التجريبية نادي بولتون قالوا نحن نريد نوقع مع علي، كان عمري تقريبا 19 سنة.
ولكن القوانين في الدوري الإنجليزي تمنع أني أنا ممكن أحصل على ورقة العمل أني أكون ألعب في الدوري الإنجليزي، لأن في قوانين معينة دولية لازم أو من الاتحاد الإنجليزي تتوفر هذه الشروط عشان أنك تقدر أنك تحصل على ورقة العمل الورك بيرميت. حاولوا من جميع من نواحي كثيرة ما قدروا أن يحصلوا، لأن أول شيء لازم يكون المنتخب العماني في التصنيف 70 في الفيفا، لازم خلال سنتين أنا أكون الحارس الأول للمنتخب العماني، وأنا كنت في المراحل الناشئين الأولمبي والشباب ما كنت ألعب في الفريق الأول. غير كذا في شرط ثالث أنه ممكن أنت تحصل هذه لما يكون أنت تلعب في دوري أوروبي آخر وبعدين تيجي على الدوري الإنجليزي.